صباح الخير، واليوم 29 أكتوبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، أحداث مهنية جديدة عم تظهر قدامك وعم تخضع لإرادة أحد المراجع أو أحد المدراء، ومن المحتمل هيدي الأجواء تجبرك على التواصل مع محيط عمل جديد. عاطفيا، عدم قدرتك على نسيان كلام الشريك عم بتخليك تسترجع مواقف سابقة حصلت بينك وبينه، ومن المحتمل تكون سبب بتجديد خلافك العاطفي معه. مولود برج الثور، عم تتعدد خياراتك المهنية، ولكنك مهتم بخيار له علاقة مباشرة بالسفر إلى بلد أجنبي، ومن المحتمل تبدأ مع محيط عمل عن طريق أحد الزملاء أو المعارف المقربين من هذا المصدر الخارجي. عاطفيا، تبدو بحاجة للتأكد من مشاعر الشريك وعن مدى أهميتك عنده، بغض النظر عن حجم الخلافات والضغوطات الحياتية يلي عم بتواجهكم سوا. مولود برج الجوزاء، ملاحقة قانونية ممكن تخليك تحت ضغط نفسي مش سهل، بالرغم من أنك أصبحت على مسافة قريبة من خواتيمها النهائية، بالإضافة لاهتمامك الواضح بتصحيح كافة أمورك المهنية. عاطفيا، تبدو حريص على استمرار علاقتك مع الشريك مهما حاولت تتخبي حقيقة هيدا الأمر قدامه، ويبدو أنك عم بتعيش معركة كيدية في الحب وواضحة بينك وبينه، ومن الصعب تنتصر أنت فيها. مولود برج السرطان، كل شيء بحياتك أصبح بحاجة لتجديد، وخصوصا وضعك المهني يلي يعتبر جزء من يومياتك المعتادة، ورح تسعى بكافة جهدك لكسب تعاطف أحد الزملاء المقربين منك فيما يخص بوضعك العائلي. عاطفيا، عم بتسيطر عليك أفكار غريبة وغير مريحة، وعم تجبرك على ربط الأحداث المرتبطة بعمق مشاعرك مع الشريك ومقارنتها بمشاعره يلي عم تتبدل بكل وقت. مولود برج الأسد، حماسك المهني ابتدى يقل مع الوقت من بعد ما كنت متأمل بنتائج مالية أفضل، ومن المحتمل هيدي التجربة تمنعك من تحقيق التوازن المطلوب بين وظيفتك وأعمالك وبين حياتك الشخصية. عاطفيا، قرارك الأخير بحاجة لدعم حقيقي على أرض الواقع، بدل من ترك الأمور شبه معلقة ما بينك وبين الشريك بسبب مشاغلكم الصعبة يلي عم تحاصركم بشكل مستمر. مولود برج العذراء، تبدو ملتزم بسياسة عملك الحالي حتى لو كنت عم بتواجه بعض الضغوطات المهنية. عاطفيا، عم تربط قراراتك الأخيرة مع الشريك بأسبابك الشخصية من باب تبريد الأجواء المتوترة بينك وبينه بشكل ودي أكثر. مولود الميزان، عم تسعى لضبط مصاريفك المالية اللي أصبحت لا تطاق بالنسبة لك، وكأنك رح تربط أي بداية عمل جديدة بشروط مالية معينة. بالإضافة لرغبة بالسفر، تبدو مهتم بتنفيذها بأسرع وقت. عاطفيا، ما رح تنفعك المواقف القاسية مع الشريك مهما كانت أسبابك الشخصية فيها، والمطلوب منك التنوع بمواقفك معه، وخصوصا أنه مشاعرك تجاهه ما زالت محافظة على مكانتها الفعلية. مولود برج العقرب، عم تشتغل مع محيط مهني عم يفرض سيطرته الكاملة على شخصيتك المهنية وقدرتك المعروف فيها بحل حالة أي مشاكل إدارية طارئة ممكن تظهر فجأة قدامك بمحيطك المهني. عاطفيا، تبدو مهتم بسلامة علاقتك مع الشريك مهما كلفك الأمر، ورح تجتهد على كسر الجمود العاطفي المرتبط ببعض الظروف الحياتية الواقفة بطريق استقرارك الحالي مع الشريك. مولود برج القوس، مستجدات طارئة عم بتعرض وضعك المهني للخطر، والأجواء تبدو مناسبة لأي مناورة جديدة ممكن تساعدك على التقدم بسرية وتكتم كامل. عاطفيا، تبدو مسالم بأفكارك مع الشريك ولو أنك عم تنفهم بطريقة خاطئة أحيانا، ومن المحتمل تواجهك أوضاع غير مرغوب فيها بتخص علاقتك معه بشكل مباشر. مولود برج الجدي، عم تستعد لتغيير كل اتجاهاتك المهنية، وتبدو مصر على إتمام الأمر من خلال أي نشاط عمل إضافي، وتبدو موعود بشي جديد قريبا بالرغم من الصعوبات يلي عم بتواجهك فجأة. عاطفيا، عم تشعر بالسيطرة الكاملة على مشاعر الشريك، ورح تلمس تعاطف إيجابي منه رح يسهل عليك الطريق بكيفية استعادة مكانتك العاطفية بقلبه. مولود برج الدلو، عم يتعمد أحد الزملاء إلى تهميش دورك أو تجاهل وجودك الفعلي داخل محيطك المهني، بالرغم من أنه الفضل بيرجع لكفاءاتك بعملية بقائه في العمل. عاطفيا، كنت عم تستبعد موقف الشريك منك بهيدي الطريقة العدائية، وخصوصا أنه نتائجها السلبية ما زالت حاضرة بعقلك وقلبك سوا. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، عم تتعايش مع محيط مهني عم بخليك تكره الاستقرار
الاستمرار بوظيفتك الراهنة، ولكنك مجبر على البقاء بنفس العمل لآخر لحظة بهدف التخفيف من حجم الضغوطات المالية المتراكمة عليك من فترة طويلة. عاطفيا، طريقتك بتبسيط أقوال وأفعال الشريك السابقة تعتبر خطوة ذكية منك من جهة، ورح تفتح لك المجال بكسره معنويا من جهة تانية مهما اجتهد على إخفاء الأمر عنك. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. باي باي.